تم المباشرة اليوم زراعة أول شجرة ضمن حملة وزارتنا بزراعة 5000 شجرة في جامعة الموصل ومركز مدينة الموصل وبعض الأقضية والنواحي، إسهاما من وزارتنا وبتوجيه من معالي بزيادة المساحات الخضراء ضمن محافظة نينوى في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. وكذلك هناك حملات، طبعا هذه ضمن المرحلة الأولى، وهناك حملات إضافية سوف يتم القيام بها بعد إقرار الموازنة العامة، حيث خصصت وزارتنا العديد من المشاريع لغرض النهوض بالواقع البيئي في المحافظة وفي عموم العراق. تقوم دائرة الغابات ومكافحة التصحر في مجلس غابات نينوى بالمشاركة في حملة تشجير جامعة الموصل، والحملة مقامة من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع دائرة الغابات ومكافحة التصحر لزراعة عدد كبير من الشتلات داخل الحرم الجامعي. والأنواع اللي كبداية جلبنا عدد من الشتلات من شتلات الديدونيا اللي هي تخص الأسجة الخضراء، والعمل جاري إن شاء الله لإكمال الخطة لحمل التجير في جامعة الموصل. شرعت مديرية كوادر مديرية بيئة نينوى بتنفيذ حملة تسجير بحدود 5000 شجرة في الحرم الجامعي في مدينة الموصل، وسوف تكون أيضا هناك حملات في مناطق أخرى في المدارس ومناطق أخرى. تهدف هذه الحملات إلى التخفيف والتأثير من تغيرات المناخ وكذلك تلطيف الجو، وأيضا هو تشجيع للعمل الجماعي التشاركي، وأيضا هو لتحسين جودة البيئة وجودة الهواء.